معاكم هادي علي باقر، لاعب نادي القرين منتخب الكويت الناشئين. يعني بالصدفة كانت، نادي القرين كان يم بيتنا، كنا ساكنين بالعدان، فدشيت النادي عشان أضيع وقت، ما في لعبة، ما كان في قدم، فدشيت يد. لعبت دائرة بس فترة قصيرة، كانت تقريبا شهر، بعدين جربت حارس وكملت عليه للحين. يعني أتوقع أن أول يوم لما بلشت مشت معي، فحبيت الوضع وكملت، والوضع مشى يعني، فكملت للحين. ماكو شيء معين، بس يعني أكثر شيء أنا أحسه مهم من الحركة. لازم واحد حركته سريعة، ريلة خفيفة أو مو خفيفة، ريلة الدز، الدز إنه توصل المكان اللي يبي، الزاوية أو القار. كتمارين هو على حسب المدرب، بس كجدية يعني بالمنتخب الوضع حماسي أكثر، الكل شاد حيلة. أما بالنادي يعني مو نفس الوضع، يعني بالنادي أخف، يمكن شوية الوناسة تكون أكثر من الجد تركز. يعني طبيعي إذا واحد كان بروحه ويعني ثابت نفسه أوردي، هذا يمكن ما يكون فيه منافسة، فما يكون شاد حيلة وايد. أما إذا كان فيه تنافس، أكيد الكل بشد حيلة، أكيد الكل راح يتحسن مع الوقت. بالنادي يعني ماكو حارس أساسي وحارس احتياط، يعني على حسب المباراة تقريبا. بالمنتخب نفس الشيء، ما ثبتنا على شيء، يعني تنافس، بس تنافس حبي تقريبا. يعني الحارس بما أنه آخر لاعب الملعب، فطبيعي هو اللي بيوجه لاعبين، هو بيشوف الملعب، لاعب قطع، لاعب تحرك من مكانه، هو يوجه لاعبينه، هو يوجه دفاع يساعده. غير كذي يعني الحارس هو يقدر يشيل فريقه. إذا فريق متحبط، حارس يشيل فريقه كله، يتحمس ويكمل المباراة. هو على حسب الحارس، يعني في حراس ما يشيلون إلا بالنتيات، في حراس لعبتهم الفاست، في حراس من 9 ولا قردش عليهم، فعلى حسب. يعني ما أكل لاعب معين، بس يمكن من النادي عندي لاعب، يمكن أول لاعب تعرفت عليه من دشيت يمكن 5 سنين، الحارس اللي معي. من المنتخب يعني ماكو لاعب معين، الشباب كلهم يعني كنا متفاهمين. اللاعب طبيعي لازم ينظم وقته إذا بيوافق بين النادي والدراسة. ماكو جدول معين اللي يقول لك مثلا الصبح سوي كذي، العصر سوي كذي، هو على حسب الواحد وشنو عنده. شوية يمكن صعب، بس إذا واحد نظم وقته راح يقدر يسوي اللي يبي. قدوتي بالكويت محليا يمكن حسن صفر، برا حارس إسبانيا جبارقاص، وإن شاء الله نوصل له. اللي دائما يشجعني إن أكمل وإن أحاول أصير أحسن يمكن الأهل، خصوصاً الوالد معاي من أول ما بلشت، ربعي لاعبين اللي معاي، مدربيني ومشرفيني، كلهم كانوا معاي من بلشت للحين. أنصح اللي ما يلعب رياضة إنه يحاول يبلش، يحاول يجرب ألعاب، إذا واحدة حبته يكمل فيها، لأن الرياضة يمكن تفيدك بوايد أشياء الكل ما يحس فيها. معكم اللاعب عزيز النجار، لاعب نادي كاظمة، منتخب ناشئين كرة اليد. والله فريت على كل الأندية، لعبت كل اللعبات، يعني لعبت سباحة أول شيء ما مشيت، ملل كان. لعبت قدم ما لقيت نفسي. بعدين أبوي يعني كان يخليني إنه روح شوف لك الرياضة اللي تعجبك. بعدين كان يقول لي إيش رأيك تجرب يد مرة، مو خسران شيء ما شنو. رحت نادي كاظمة، إن النادي ماله قبل، ومشيت. صار لي يعني 4 سنين للحين. والله من أول ما دشيت خط خلفي وللحين خط خلفي. يعني أنا عن نفسي كلاعب سنتر شوف الملعب، أنا المدرب داخل الملعب، يعني المدرب ما راح يلوم لاعب كثري أنا إذا فريق سوى شيء غلط. شوف الملعب، أنا العقل داخل الملعب، مشي فلان دخل فلان، مو ماشي معه دخل ثاني كذي. اللي يميز لاعب السنتر إنه يكون هو أذكى لاعب داخل الملعب، شوف الملعب، أسرع لاعب يتخذ قرارات داخل الملعب،
ويمشي برتم يعني شوية خفيف بعدين سريع يرد خفيف على حسب اللعب يعني. والله يمكن من أكثر اللاعبين اللي أنا متفاهم معاهم لاعب نادي كاظمة ومعاي بالمنتخب صالح الرغيب، معاي من زمان بالمنتخب نلعب مع بعض بالنادي متفاهمين يعني نلعب نفس المركز بالنادي وبالمنتخب سيستمين غير عن بعض يعني. بالمنتخب قاعد يحاولون يدخلونا بسيستم السرعة والركض إن اللعب كله سريع، أما بالنادي إن لا على حسب المباراة، مباراة كذي مباراة كذي مباراة كذي مباراة كذي يعني. أول ما ندش تعلمنا وتعودنا ندش نسخن، كل لاعب معه سيور يسخن بروحه قبل لا يبلش التمرين، من يبلش التمرين مرة ثانية تسخن بدربل تسخن حارس، بعدين يسوي نفس لعبة اثنين باثنين إن كل اثنين مع بعض سهم تسخين، وبعدين عاد ندش مرات خطط مرات سرعة بدني مرات قوة تحمل كذي يعني. هذا يمكن رابع موسم لي ألعبه، أحسن إنجاز حققناه خذينا الثاني الكاس أول سنة دشيت، وهم ثالث هم الكاس مع الكبار الأكبر منا كانوا. أفضل مباراة لعبتها مباراة الكويت تحت 19 اللي قبل فترة لعبناها، لأن يعني المباراة إن سنتر الأساسي كان متعور عندنا، فأنا مشيت يعني بالكويت أنا شلت الليلة بالمباراة. في وايد مدربين لهم فضل علي أنا شخصيا، بس اللي دربوني يعني يمكن اثنين اللي وايد استفدت منهم، كابتن علي تايسون مال البحرين وكابتن سيد الحين ماسكنا. إذا يعني واحد يبي يكون ناجح بالدراسة والرياضة يكون حاب الشيء اللي هو قاعد يسوي، إذا واحد حاب رياضته راح يسوي وقت حق نفسه إنه يدرس وإنه يلعب وإنه يكون متفوق بالشيء. محليا من اللاعبين للحين عزيز سالمين، لاعبين قبل كان عبد الله حسين وأبوي طبعا، ولاعبين العالميين لاعب منتخب كرواتيا اسمه لوكا سندريتش. والله أنا رقمي 6 بالنادي وبالمنتخب، وأنا اخترته شخصيا يعني إنه كان رقم أبوي قبل، وقلت إنه ها يعني دام دشيت اللعبة بقلد أبوي كنت يعني وأنا صغير، فخل أكمل على نفس الرقم. وصل كاس آسيا درجة أولى يعني إن شاء الله عقب 4 سنين تأهل كاس عالم، وشخصياً أن أحترف برا. اللي دائماً مشجعيني على الرياضة أبوي وأمي، بس أبوي أكثر يعني. الشباب كلهم يعني اللي داخل اللي المكان اللي أنا ألعب فيه يعني، واللي برا يعني مثلاً الشباب اللي برا اللي مالهم بالرياضة يعني شاب الوزان مشكناني يعني الشباب. إحنا كلاعبين يد نحتاج منشآت رياضية يعني نحتاج صالة، لأن وايد لاعبين قاعد يتعورون، والسبب أن الصالات ملوتنا مو ذاك الزود. أما المعسكرات وهذا الاتحاد يعني جزاهم الله خير مبلشين معنا ومعسكرات ودافع معنوي، والدكتور خالد شرجي يعطينا محاضرات يوم كنا بالمعسكر. والله نصيحتي للحق اللي ما يلعب رياضة يعني مو خسران شيء، دش جرب رياضات وطبيعي يعني راح تلقى نفسك برياضة، رياضة مفيدة حق جسمك تشغل مخك وتنظم حياتك.